انتبهوا يا أهل الإسلام، لا تغفلوا عن ذكر خالقكم وذكر بارئكم. البرد الشديد الذي يحل بنا من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. أيها الناس اعقلوا عن الله سبحانه، اقرأوا الآيات المباركات. من الذي قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ من الذي قال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي؟ من الذي قال يا جبال أوبي معه وألن له الحديد؟ من الذي قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق؟ من الذي والطير محشورة كل له أواب؟ من الذي فرق البحر لموسى عليه السلام؟ يا أهل الإسلام أفيقوا، من الله عليكم بالتوحيد وبمعرفته سبحانه وتعالى، فأيقنوا تمام اليقين واعلموا تمام العلم أن الأمر كله لله، وأن هذه الأحداث التي تحدث من برد وحر وأمواج ومصائب وموت وأمراض وإلى آخره، كل ذلك لإرجاع الناس إلى دينهم. نسأل الله أن يردنا وإياكم إلى ديننا ردا جميلا، اللهم آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا.